ومباشرة الاستعراض التشكيلتين البداية بتشكيل الدوري الإيطالي ومنافسة الأسبوع 21 ميسيردو جول دانيغا على تراف 99 لنارتش بعد عثرة أمام إيلاس فيرونا تمكن من التدارك المقابلة جينارو غاتوزو وانطلاق المباراة والكرة والعودة يرجع كرة بانديف افتكا كرة التصويب وأول تهديد ماتيا بيرين الضغط في استعادته قبل أن تغادر من ماريو روي خطيرة الإمكانية والتصويب الثانية مرة أخرى موجود بيرين أمام كرة إيرفيغ لوسانو بولي نتابع هذه كرة جيوفاني دي لورينسو وخيار التصويب في بداية هذه المباراة بعد كرة أولى كرة يتعدى إلي فيلماس ينجح في العرضية في القائمة الثانية لورينسو يا خوة بانديف كوران بانديف هدف فقط في ست ضغط من جانب نابولي في الخمس دقائق الأولى يتقدم قلت في إعارة هذه كرة بانديف بانديف إمكانية افتتاح التسجيل بالهدف الأول كوران بانديف كرة انطلقت من وسط الملعب في دار الدفاع في دار ماكسيموفيتش ومانولاس بانديف دون رقابة في انفراد مع أوسبينا 1-0 لجنوا في العشر دقائق الأولى كوران بانديف يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم في السيريا بانديف إذا يغير النتيجة في توقيت مبكر شوف كرة تأخرت عودة دفاع فريق نابولي موجود يترجع التصويب كان أمامه ميها زايتس مرفوعة كرة سيش ينتظر لوسانو يبعد التصويب وموجود ماتيا بيرين يبعد لوسانو فتح بالارديني للدفاع ذي كرة تشيلينسكي تضرب حل دي لورينسو في كرة عرضية ماريو روي يرفع كرة بيتانيا والعارضة تحرم أندريا بيتانيا من كرة ثابتة نفذها ماريو روي راسيد أندريا بيتانيا ثانية بنتائج أفضل أعطى الأولوية لخط الدفاع عين بانديف خطيرة الإمكانية خطيرة بانديف والهدف الثاني مش ممكن الكرة السيطرة لنابولي والفاعلية والتسييم لجنوا من كورتين في مناطق نابولي بانديف يعود لزيارة مرمى أوسبينا للمرة الثانية افتتح التسجيل في الدقيقة 11 وينجح في إضافة الهدف الثاني هجوم مركز احتفظ بكرة تقريبا أكثر من 14-15 تبادل كرة في وسط الملعب بين لاعبين من ميها زايتس مرفوعة كرة من باداي وتاب هدف الثاني كذلك يتحمل مسؤوليته دفاع نابولي غاتوزو ممكن انسيني حل من الحلول في شوط المباراة الثاني لجانب النيجيري أوسيمان تابع من ايفان رادوفانوفيتش بيتانيا اندريا او بيدي سابا كوستا يلعب مع بانديف مرفوعة كرة في القائم الأول يخرج بيرين والحكم يحتسب مخالفة ل دفاع جنوا ضد اندريا بيتانيا في الماس هناك بوليتانو الماس التصويب اختار التصويب وبيرين ممكن بوليتانو هز بانديف حط كرة سابا كوستا وتدقي المزايتس ما زالت الخطورة روي قوية وبعيدة بعيدة كور لتشيلينسكي خطيرة هذه كرة خطيرة التصويب من ماريو روي خطيرة هذه كرة تمهيد من تشيلينسكي قادم من الخلف على منطقة كوستا إيرفينغ لوسانو لبيوتر تشيلينسكي ممكن هذه تشيلينسكي التصويب في مكانه ماتيا بيرين ترجع من جديد تشيلينسكي التصويب روي قلت وقع في فخ تسرع في برجع من جديد تشيلينسكي التصويب روي قلت الثاني عودة بالارديني في شهر ديسمبر الماضي أعطى كل الأولوية لصلابة خط الدفاع سابا كوستا الترويض والتصويب كالعادة متأخر دفاع فريق نابولي كل الوقت للظهير سابا كوستا ترويض ثم التصويب بعيد على لوسانو لالماس يرجع لوسانو
وعطي جيوفاني بينيه لبيوتر جيلينسكي وعرضيه في شكل تصويبه قويه عرضيه بيوتر جيلينسكي بعيد على ايرفينغ لوسانو في الجهه المقابله ترجع لنابولي من دييغو ديمي طويلة كورة دييغو ايرفينغ لوسانو يتعدى لوسانو متابع من تشيبورا وضربة المخالفة تدخل من لينارد تشيبورا والبطاقة البطاقة الثانية في المباراة بعد يعطي الحكم إشارة التنفيذ يرفع كرة كرة بالرأس يتعدى دي لورينسو دي لورينسو والتغطية من رادوفانوفيتش ثم دفع وخطا من دييغو ديم نابولي ضغط من جانب نابولي هذه اللحظة التصويب قوية جدا التصويب جانبية لمرمى بيرينا قوية جدا تعدت ساباكوستا عرضية كورة بوليتانو بينية كورة بعيدة بعيدة لورينسو انسيني يفتح الزاوية للتصويب التصويب تضرب كورة يلمسها تشيبورا ومتفتن ماتيا بيرين ضربة كورة في المدافع الألماني يتعدى دي لورينسو سيمان فرصة لتذليل الفارق ضغط على النيجيري فيكتور خاصة بانداف وماتيا ديسترو تشيبورا يبعد على دي لورينسو بانداف وضربة المخالفة يتريث لمن المخالفة يقول لمصلحة تمهيد دييغو بين ثلاثة لاعبين دييغو وتألق بيرين حتى في مكانه دييغو ديمي أمير رحماني إيرفينغ لوسانو موجودش المساحات يتعدى الأول يلقى الثاني دائما عليه متابعة وبطاقة بطاقة لدييغو تمشي كرة انسيلي وكرة بالراس إيرفينغ لوسانو والتوسيع والقام لورينسو انسيني إليف الماس يرفع كرة الماس أمير رحماني هناك تسلل ممكن هناك رايع متسلل الكوسوفاري أمير رحماني لحظات بعد تعويض على تراف لورينسو انسيني التوزيع بالقائمة الثاني لديسانو طويلة كرة باكايوكو خاطئة بعد كرة وهدف تسجيل الفارق أخيرا نابولي 78 دقيقة يتمكن نابولي من تذليل الفارق 2-1 بوليتانو يذلل الفارق لفريق نابولي ويعيد الإثارة لحوار لويتشي فيرارس انتظر العشر دقائق تقريبا قبل نهاية الوقت الأصلي نابولي أمام تتالي المحاولات أخيرا يجد الثغرة تصويبة ماتيو بوليتانو في شباك ماتيا بيرين سادس أهداف بوليتانو مع نابولي هذا الموسم في السيريا في 79 دقيقة من المباراة انطلاقة شديدة هدف تبديل الفارق قد يعيد نابولي في اللقاء